السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، الأخبار. أقدم لكم فيديو شرح توضيح لدفار رقم 4، دفار خاص بأونيتي 3 الوحدة الثالثة في منهج ثانوية عامة بونشون سبوك توسيل. نشوف دفار رقم 4 بيتكلم عن إيه. أول حاجة، دفار عبارة عن موديل ديكزامان بادئ بيه دوكومو، محادثة بسيطة ما بين جون وزوي. جون بيقول له جي أن مار دو ما في، جي فودري شانجي أن بو، أنا بشعر بالملل من حياتي، شكل مكتئب، مليت يعني عاوز اغير شويه في اسلوب حياتي. قال له كاسك تو فودري فير دو بلو، ايه اللي تحب تعمله بعد كده؟ قال له جي فيز الي اون استرالي، عاوز اروح استراليا. جي في ترافايي دونز ان فيرم دو موتون اي دو فاش، انا ممكن اشتغل في مزرعه فيها الابقار والموتون الخروف يعني. سي ني با ان ترافاي تري فاسيل، ده شغل مش سهل. فجون قال له مي جي في فيفو اون بلونير، بحب جدا الحياه في الاماكن المفتوحه. جي في اتر ان كونتاك افيك لا ناتور، والطبع عامل مع الطبيعه. Les arbres et les animaux. Avec les animaux, tu vas être occupé tout le week-end. قال له أنت لازم تكون مهتم جدا بالحيوانات طول الأسبوع. قال له إيت ألوغ وي لا بروبليم، إيه المشكلة يعني؟ زوي قال له أو بيان لا با أو بو دو كالك موا تو فا أفواغ أون فيديو ألي أو كونسير، أنت بعد كام شهر هتبقى عاوز تروح حفلات وتخرج وكده. أو سينما أو ريستورون جيم لا فيل. جون قال له بوتاتر ممكن، مي جيم سايي، لكن أنا هحاول هجرب. J'adore ce travail. أحب العمل من هذا النوع. جون فو ترافايي، المكان اللي جون قال هيسافر ليه؟ قال له طبعا اون استرالي. سي جون ترافاي دونز ان فيرم، لو جون اشتغل في مزرعه. اسال تون دو سي بروميني، عنده وقت كافي للتنزه. ال ني با دو ويك اند، ما عندوش عطلات. ال بو غاني ان بو دارجون، هيكسب فلوس قليله. ال ريست ليه، هيبقى في السرير. هيبقى طبعا ال ني با دو ويك اند، لانه قال انا مش هيكون عندي اجازات. زوي تروف كل ترافاي دو جون اي، زوي شاف شغل جون هيكون ترو دور، ترو دور يعني صعب جدا، فاسيل سهل، تري سامبل، ان بو ديفيسيل، ان بو ديفيسيل هيكون صعب الى حد ما. دون سو فيرم، في المزرعه اليا دي زانيمو دو موستيك، فيها حيوانات، دي زانيمو سوفاج، حيوانات شرسه، حيوانات اليفه، انيمو سوفاج اي دو موستيك الاثنين. ان يا با دي انيمو، ما فيهاش اصلا حيوانات. وقال لا هكون مع الموتون والفش، الابقار والخروف، ودول يعتبروا اثنين ديزانيمو دومستيك اليف. اسكو زوي بريفير لا في على كامباني، هل زوي بيحب الحياه في الريف؟ نو طبعا، با دي تو اطلاقا. لان قال السي جادوكس ترافاي، لان زوي هنا هنشوف كده طبعا من خلال الرد قبل ما نحكم على الرد. سيني با ان ترافاي، اسكو زوي افيك ليزانيمو مي جيم اساي تو فا افوار ان في. طبعا ممكن طالما زوي ما اعلنش كرهه للمدينه، فممكن نختار الاجابه الانسب اللي هي ايه بيقول فيها بوتاتر، بوتاتر يعني ربما، او اون سبا لا نعرف. ده اللي ما ردش زوي نفسه، ما حددش. بوندوت الوزير، اثناء وقت الفراغ زوي اوكي ايمالي ا دو ليو توريستيك على فيرم على مونتاني على فوري ا دي ليو دو ديستراكسيون. زوي نفسه بيحب يروح اماكن التنزه زي السينما والكلوب. نرمين على فيرم بور اتر لوان دو بروي، عشان تكون بعيد عن الضوضاء اي امبوتياج والزحمه. نرمين ا باسي ان سيمان على فيرم دي سون غران بير، عند جدها. بوندو لو فاكونس دو مي اني او بريمير جور، نرمين ا رامسي لي زو، نرمين بتجمع البيض. السي باني دان لي ريفيير، وعمل سباحه في النهر. نرمين ايم لي زانيمو اي لي بو بيزاج، بتحب الحيوانات والمناظر الجميله. نرمين ايتالي على كور دو لا فيرم اونتوري بار كالك انيمو، محاطه بالحيوانات. لي بول لو كوك لو بوسان لو شيفر اي لي جولي شا بوب، وعندها قط جميل اسمه بوب، اي ان غون شيا، وكلب كبير. نرمين ادوني دي كاروت امونجي، ادوني امونجي او لابا، اكلت الارانب جزر. اي لي رونكونتري سي كوزان اي سي كوزين باردون، ils ont vécu du pas l'aventure، وعملت يعني مغامرات جميله. نرمين سويت تتمنى تباسي لي ريست دو فاكونس افيك سون غران بير اي سا غران مير على كامباني، مي ال دو غاني لا فيل بور ريجوندر سا فيل كي سا فامي كي طلي على مير. بعد الاجازه لازم ترجع علشان هتسافر مع عائلتها اللي رايحين، اللي كانوا كي طلي على مير، اللي راحوا ايه البحر. نرمين افي دي بال افونتور افيك ses amis, ses cousines, son père, ses soeurs. هنا قالت ses cousines.
لما قاعد في الكامباني هتبقى مع سيكوزي. نرمين ا فيزيتي سي غران بارون اون ايتي اون ايفير اون اوتون او برانتون اي سيزون قالت سيمان على فيرم فاكونس دي مي اني اجاز نص السنه مي اني يا جماعه اللي بتبقى في شهر يناير جانفي وجانفي بالنسبه لنا يعتبر اون ايفير في الشتاء. نرمين دي تيست بتقرا لي دانس لو بيغوي الضوضاء. بوب سي لو نو دو شا شا القط. نرمين افينو على فيرم سول افيك سا فامي افيك سون بير افيك سي زامي سول. D'après le document, Nermin aime faire de la escalade sur le Gibel, natation, box, du cyclisme, l'activité l'ouahid, l'infafi et le campagne frif. Votre ami vous demande ce que donne le potager. Il y a quelque chose qui est le potager. Potager, il y a un bostan de choudrawat ou le mara al-agdar. Potager. Le potager, il y a un bostan de choudrawat, un légume choudor. Un ami vous demande pourquoi vous détestez la campagne. صعب بقول لك ليه بتكره الريف عشان في مستك. Votre ami vous demande votre lieu de vacances, vous êtes. صعب بقول لك ايه المكان اللي تقضي فيه اجازتك؟ هتقول له je le passe à la campagne. Vous donnez, demandez à votre ami ses activités le congé passé. بتسال صاحبك الانشطه اللي عملها في الاجازه اللي عدت. Vous êtes تقول له في السؤال اكيد لازم يكون في الباسي، لازم تحط فيرب افواغ ومعاه فيرب ايه؟ او فيرب اتر ومعاه الباختي باسي. كاس كنتو يا في الويك اند. Vous demandez à votre ami pourquoi elle n'est pas allée au lycée. بقول لصاحبي انت ليه هو ليه ما راحش المدرسه؟ il dit يقول parce que j'ai été malade لان كنت عيان. Vous demandez à un copain ce qu'il sait faire à la ferme. بسأل صاحبي ايه اللي ممكن يعرف يعمله في الفرم المزرعه؟ هيقول je sais monter à cheval يعني بعرف اركب خيل. Vous décrivez le caractère d'un copain. بتوصف شخصية صاحبك هتقول جي ان كوبا تري غرو سي مون امي جون الي فرونسي سي سامي الي سيمبا انتليجون. ليه اخترنا سيمبا وانتليجون؟ لان دي الوحيده اللي توصف الكاركتير. فوز ادوغي لي شانسو فرونسيز، انت بتعشق الاغاني الفرنسيه، هتقول اكوتي لي شانسو فرونسيز، سماع الاغاني سي ما باسيون، هو شغف واهتمام. جي نيم با اكوتي لي شانسو فرونسيز، طبعا الاجابه الاولى صح. Votre père vous demande pourquoi votre ami est nul au basket. صاحبك بيسألك هو ليه صديقك صا يعني وحش في الباسكت بول؟ هتقول له il aime beaucoup le basket، ده بيحب الباسكت قوي. C'est normal, il ne s'entraîne jamais، لأنه ما بيتمرنش أبدا. Vous comparez entre la campagne et la ville، بتقارن ما بين الريف والمدينة، هتقول la ville est plus poulée que la campagne. الجملة دي اللي فيها الكومباريزون المقارنة اللي احنا تعلمناها plus que أو moins que. Vous admirez intamorgable la campagne, هتقول سي مانيفيك رائع. Vous proposez, ça te dit على طول انت بتقترح على صاحبك passer quelques jours à la campagne. Ça te dit aller au cinéma, on va à la campagne, ça te dit. Je ne pratique pas du tout. الدو هنا يا جماعه مثبته ومذكر تبقى تو مذكر. Attends بعد الفيرب موا وتوا. Attends moi يعني انتظرني. نوها اي موا اون فا شي غران بير. غران بير خلي بالك نوها وانا يتعامل معامله النو، هتبقى عندنا نوتر. سي تون ديغويزمون. سي كوا تون ديغويزمون؟ جي دون ا مونجي شيفو افيك اكس او شيفو. لا ناتور دو لا كامباني سي. ايوه اصحى للكلام. كوما وسي مذكر من غير ما تفكر. كوما وسي الصفة مذكر دائما. رانيا ني با سيمبا، ليست رائعة. جي ني غون جامي فيزيت، جو نو لوي. سامي اتين بيرسون، الصفة هنا جاية مع ان بيرسون كونو، شخصية مشهورة. بيرسون ني با اريفي 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 اريفي. بيرسون هنا كلمة في مينا، يبقى اريفي في مينا. ده الفيرب اريفي في الباسي كومبوزي. الي نيسيسيغ دو، بعد دو بتجيب الفعل في المصدر، يعني ضروري انك تعمل ريجيم. فير تو فا فير كوا دون لو سواري. السؤال بكو او كوا او كاسك ردهم نو غيان، لا شيء. فيف انت، خلي بالك الفيرب هنا مصرف مع الافيك اس. الفعل ينفع الافيك اس؟
هنشوف فيف لو فولي اين تعيش. هنا بنلعب على المعنى كو يعني ماذا، بوكوا يعني لماذا، او يعني اين، كي يعني من. جوليان ترافاي او بوغو، جوليان بيشتغل اسي. هنا تستخدم كلمات الكمية من غير الدو، طالما مفيش او مفيش محدد او في محدد بعدها تحط دايما الكمية من غير الدو. كون تو فا او سينما، تروح السينما امتى؟ هتقول لي جو ني في جامي او سينما. السؤال بكون نفيو جامي. تو مونج دو لا كلاس، تحب تاكل ايس كريم؟ نو جو ني مونج ريان، انا مش هاكل حاجه. بور لو كرواسون اليوم بوكو، الان تستخدم بدل كلمه كرواسون، وهنا في كميه يعني اليوم بوكو، في منه كتير. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا الخاص بشرح وتوضيح لاهم افكار الواجب رقم 4. ميرسي بور توس، استنوني في دوار جديد. ميس محمد الجواري، بون شونس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.